دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى انسحاب إسرائيل الفوري من كل الأراضي اللبنانية التي تحتلها أو دخلتها. وخلال مؤتمر صحفي في بيروت أكد أبو الغيط وقوف الجامعة مع لبنان، مؤكدا أن وقف إطلاق النار الفوري يعد أولوية. أكدت أيضا ضرورة الانسحاب الفوري مع توقف إطلاق النيران، انسحاب إسرائيل من أي أراضي لبنانية تكون قد خضعت للاحتلال الإسرائيلي أو للمحاولات الإسرائيلية في التواجد على الأرض اللبنانية. نرى أنه القرار 1701 هو قرار محوري ويجب استعادته وتنفيذه حرفيا وبالكامل وفي أسرع وقت.